اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi wa ja'a bin-nahari mubsiran birahmatihi. وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hasan Askari عليه السلام. Ziyarat for Thursday. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل